حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع إخباري يسرد قصة سقوط أكبر الصحف الرسمية في أيدي ميليشيا الحوثي. محلات في صنعاء مغلقة من قبل أبو حرب. صحيفة فرنسية: الأمم المتحدة تحاول تجنب معركة شرسة ودموية في الحديدة. وفي جولة رياضية: كأس العالم ينطلق بمباراة افتتاحية بين منتخب روسيا ونظيره السعودي. أهلا بكم. البداية من قصة سقوط أكبر الصحف الرسمية في البلاد في أيدي ميليشيات الحوثي التي سخرتها لأجل مصالحها في إشعال المعارك. وعنوان الموقع: بوست في صنعاء لا جمهورية في صحيفة الثورة. ويبدأ التقرير بالقول: إذا ما كنت في صنعاء وقمت بشراء صحيفة الثورة الرسمية ستشعر بالصدمة من أول نظرة عليها، وستشعر إلى أي مدى أوصلت ميليشيات الحوثي مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها، ومن تلك المؤسسات مؤسسة الثورة. لقد تدهور كل شيء في الصحيفة حتى أنها تحولت من 38 صفحة إلى 12 صفحة، وغابت عنها جميع الملاحق التي ميزتها. أما المضمون فحكاية أخرى، فالترويسة تم تغييرها بما يخدم جماعة الحوثي وعليها. وضعت الجماعة صورة صالح الصماد مرفقة بشعارات طائفية، وفي الترويسة تدخلت الجماعة أيضا وقامت بإعادة صياغة أهداف ثورة سبتمبر. المضمون يبدو طائفيا وسيئا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لا كتاب ولا صحفيون يكتبون أو يعملون، وهناك أسماء غريبة لا علاقة لها بالصحافة تسيطر على الصحيفة، ويكتبون ما يشاءون ويبثون خطابا وينشرون كتابات لا علاقة لها بالإعلام. وزير الثقافة مروان دماج، أحد الذين كانوا يعملون في قيادة صحيفة الثورة قبل انقلاب 21 من سبتمبر، يقول للموقع: أتذكر عند اقتحامهم صنعاء وهم يقصفون التلفزيون، كان المناوب وقتها الزميل وليد البوكس، وقد اتصل بي وقال لي إن هناك قصفا على التلفزيون، وكان يقدم النشرة جميل عز الدين. يضيف دماج: فيما يتعلق بمؤسسة الثورة كان لديهم ملفات كاملة لها، وجاءت أكثر من فرقة من تلك التي يسمونها اللجان الشعبية، ونشروا مسلحين داخل أقسام صحيفة ومؤسسة الثورة وهم لم يكونوا محتاجين لذلك. ويتابع دماج: كان لديهم أفراد داخل المؤسسة، وعندما طلبنا من كل الصحفيين أن يغادروا المؤسسة الصحفية قاموا بتهديد عمال المطابع. بالأمس الأول كان يوم الصحافة في اليمن، ومعها تتعاظم مأساة عشرات الصحفيين خلف قضبان السجن وتحت سطوة جهل السلالة. هذه فقرة من مقال كتبه أحمد عبد الملك ونشره موقع الصحوانت مضيفا: يتوارث الحكم الكهنوتي في اليمن العداء للحرف والقلم عبر ألف عام التي حاولوا فيها إقامة دولة لهم يتملكون بها اليمن، ففشلوا غالبا ونجحوا نادرا في إقامة إمارة إمامية في هذه المدينة أو تلك القرية أو حتى دولة في جزء من اليمن هنا أو هناك لسنوات معدودة، ثم سرعان ما تسقط وتنتهي لأنها نبتة شيطانية لا يقبلها الشعب ويلفظها الوطن. هذا العداء للقلم والكلمة من الكهنوت عداء دائم يتوارثونه قصدا وإصرارا، ولذا لم يكن غريبا أن يقطع الإمام الكهنوتي أحمد زيارته إلى إيطاليا للاستشفاء ويعود إلى اليمن، لأنه سمع بتحرك للقلم وتسلل للكتاب، فقطع رحلته العلاجية ليعود مهووسا لينتقم من القلم والكلمة وليخطب مهددا فور وصوله إلى مطار الحديدة ويقول: والله لأروين سيفي من دماء هؤلاء العصريين. اليوم يقبع في سجن الكهنوت الحوثي عشرات الصحفيين وأرباب الكلمة والقلم والآلاف من السياسيين والنشطاء والمواطنين الأبرياء. الصحفيون يدخلون عامهم الرابع في سجون السلالة التي تقدم صورتها لليمنيين على حقيقتها من الغدر والبطش والحقد والعداء للحياة. هناك صورة أخرى للمأساة أيضا، إنها صورة ما يسمى العالم الحر، وصورة ذلك الصوت المدوي الذي يأتي من الخارج عن حرية الصحافة
ومزاعم الاهتمام بحرية التعبير والصحافة، ثم نكتشف أنه صوت أجوف لا غير، وما أتعس الأصوات الجوفاء حين تكتشف حقيقتها السمجة. يضج العالم الحر لقضية عارضة لصحفي ما، لكنها اليوم تصمت صمتا غريبا ومريبا أمام مأساة الصحافة والصحفيين اليمنيين. جرت العادة أن يرى الناس على المحلات المتنازع عليها عبارة مغلق من قبل النيابة، لكن هذا يبدو سينتهي في عهد ميليشيات الحوثي، وأصبحت العبارة مغلق من قبل أبو حرب أو من أبو المعارك. ووفقا لموقع عدن الغد، فقد تداول ناشطون صورة لأحد المحلات التجارية المغلقة أبوابه، وكتب على واجهة البوابة مغلق من أبو حرب، وهو قيادي في ميليشيات الحوثي يقوم بجمع الإيتاوات المالية من مالكي المحلات التجارية في إحدى المناطق بالعاصمة صنعاء. وقال أحد المحامين اليمنيين: لم يحصل في جميع الأنظمة أن يقوم أحد بإغلاق المحلات التجارية دون أوامر قضائية. يضيف: أبو حرب أغلق المحل التجاري وبكل بجاحة كتب مغلق من قبل أبو حرب، ومن يرفض تسليم الإيتاوات والمجهود الحربي يغلقون تجارته. يتابع الموقع: يفرض قادة الحوثي بقوة السلاح على التجار ومالكي المحلات والمعارض التجارية في المحافظات والمناطق التي يسيطرون عليها دفع مبالغ مالية يومية وأخرى شهرية لتمويل حربهم التي يخوضونها على الشعب اليمني. تغير أو قمة مثيرة وتبعاتها واستحقاقاتها سوف تتجاوز واشنطن وبيونغيانغ إلى عدد من الدول التي ارتبطت ببرامج عسكرية ونووية مع كوريا الشمالية وفي مقدمتها إيران. وغني عن القول إن نجاح قمة سنغافورة يعني تضييق نافذة الرحمة تجاه إيران، وإن إخفاقها يعني دفقات من الدماء المتجددة وإحياء الآمال الإيرانية في برنامج نووي. هذه فقرة من مقال كتبه إيميل أمين ونشرته صحيفة الشرق الأوسط. لن يكون من اليسير على كوريا الشمالية وزعيمها الأوحد تحقيق الأوامر الأمريكية المتخفية بدورها في شكل طلبات، أهمها وأولها إخراج أسلحتها النووية والمواد الإنشطارية والصواريخ من البلاد عن طريق البحر في غضون شهرين من قمة سنغافورة. وبالقدر نفسه لا يطالب الأمريكيون بتفكيك الحجر وكفى، بل السعي إلى تهجير البشر، أي نحو 10,000 عالم نووي إلى خارج البلاد. والأهم تدمير المعرفة المتراكمة ومحو جميع البيانات التقنية المتعلقة بالأسلحة النووية، ذلك أنه إذا لم يتم تدمير المعلومات النووية للبرنامج الكوري الشمالي فإن بيونغيانغ ستكون قادرة على مواصلة البحث سرا واستئناف برنامجها النووي في وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك سيتمكن النظام هناك من بيع أسرار نووية إلى دول أخرى أو جماعات إرهابية. ما الذي يدبره كيم من خلال استدراج ترامب إلى قمة سنغافورة؟ الوضوح ليس سيد الموقف، فجسم المفاوضات قابع بين أيدي رجالات الاستخبارات في البلدين، فيما ترامب يحلم بتحقيق نصر سياسي سيكون الأول من نوعه منذ وصوله إلى البيت الأبيض. ذلك أن جل ما أقدم عليه منذ سكن البيت الأبيض يتصل بالجوانب السلبية إلى الإيجابية إنجاز هذا التقسيم، فإلغاء البرنامج النووي الإيراني لم يحل الأزمة مع إيران، واضطراب العلاقة مع موسكو لا يزال قائما. أضف إلى ذلك ما تقدم خلافاته التي ستدخل عما قريب حيز الصراع مع حلفائه الأوروبيين. ترامب في حاجة إلى إنجاز سياسي حقيقي في مواجهة الدول التي أطلق عليها الأمريكيون من زمن بوش الابن دول محور الشر وكوريا الشمالية بينها، وهو إنجاز سوف ينعكس خلال الأشهر القليلة المقبلة على معركة التجديد النصفي للكونغرس من جهة، وخلال عامين على فرصة البقاء لأربع سنوات تالية في البيت الأبيض أم لا؟ إلى موقع الصحوانات والذي تابع جانبا من احتفاليات العاصمة المؤقتة. عدن تحتفل بذكرى تحريرها وسط دعوات لإعادة هيكلة المؤسسات تحت قيادة الشرعية. وقال الموقع إن تاريخ 27 من رمضان شكل انطلاقة جديدة ويوما خالدا سيتذكره أهالي المدينة على مر التاريخ عقب تحررها من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمساندة من قوات التحالف العربي. وأضاف الموقع: شهدت العاصمة المؤقتة عدن احتفالات واسعة لإحياء الذكرى الثالثة لإعلان تحرير محافظة عدن التاريخي الذي شكل نقطة تحول لتحرير اليمن من الإنقلابيين. وعبر المواطنون عن فرحتهم بهذا اليوم، حيث أطلقت الألعاب النارية من أسطح المنازل في مديرية كريتر وخور مكسر وعدد من المديريات الأخرى التي غطت سماء المدينة، واعتلت
معها زغاريد النصر في عموم مديريات عدن وسط حالة من الفرح في يوم النصر العظيم. وفي لقاءات مع عدد من المواطنين أجراها مراسل الصحوة نت، عبروا عن فخرهم واعتزازهم الشديد بنصر عدن، داعين الحكومة الشرعية والجهات المختصة في المدينة للسعي لإكمال النصر من خلال تحسين الأوضاع وتطبيع الحياة حتى تستعيد عدن عجلة التنمية والبناء المنشود. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في جولتنا بين الصحف الفرنسية الصادرة من اليوم. نطالع من صحيفة ليكس بريس الفرنسية عنوانا حول اليمن: الأمم المتحدة تحاول تجنب معركة شرسة ودموية في الحديدة. وقالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس: حشدت الأمم المتحدة لتفادي معركة شرسة ودموية في الحديدة، وهي المدينة الاستراتيجية اليمنية التي يعد ميناؤها هو الأهم لمرور المساعدات الإنسانية في هذا البلد الذي مزقته الحرب. تضيف الصحيفة: تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع وزير الخارجية اليمني الجديد في مقر المنظمة في نيويورك، في حين أن الهجوم على الحديدة بات وشيكا وفقا للمملكة المتحدة. وبحسب غوتيريس فإن مبعوث الأمم المتحدة يجري أيضا مفاوضات مكثفة مع المتمردين الحوثيين والسعودية والإمارات العربية المتحدة لتجنب مواجهة عسكرية في الحديدة. واجتمع مجلس الأمن في جلسة لسماع السيد جريفيث الذي كان يتحدث في مؤتمر عبر الفيديو من الأردن، في حين أن قوات الحكومة اليمنية المتحالفة مع التحالف على بعد 10 كيلومترات من المدينة الساحلية. نشرت صحيفة العرب الجديد تحقيقا عن الصياد اليمني الذي فقد مصدر عيشه، وعنونت الصحيفة: ممنوعون من العمل، تحالف السعودية والإمارات يحرم صيادين يمنيين من مصدر رزقهم. وقالت الصحيفة إن معظم الصيادين نزحوا من مناطقهم وأصبحوا لاجئين في جيبوتي وغيرها. وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه معد التحقيق مع 60 نازحا موزعين على مخيم أبوخ بجيبوتي عبر صدام الهويش النازح هناك أيضا، أن 94% منهم يرفضون العودة إلى مناطقهم في مديريتي المخا وذباب، ويفضلون البقاء في مناطق النزوح بسبب تحول مناطقهم إلى مواقع عسكرية ومنعهم من ممارسة عملهم في الصيد. ولا يمتلك 90% من النازحين المستطلعة آراؤهم مهنة أخرى غير الصيد، ومنهم 30 عمر محمد علي العبيدي أحد نازحي مدينة الذباب الذي يعيش في مدينة المنصورة شمالية مدينة عدن ويرفض العودة، كما يقول للعرب الجديد: لا أستطيع مزاولة مهنة الصيد في منطقتي. قوات التحالف العربي تمنع الصيادين من ذلك وتحولها إلى ثكنات عسكرية، وعودتي تعني أن تموت أسرتي جوعا. ورفض رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية بالحكومة الشرعية عبد الرقيب فتح رفض التعليق على تحويل مناطق النازحين الأصلية في الذباب والمخا إلى معسكرات لقوات التحالف، واكتفى بالقول للعرب الجديد: البلاد تعيش في حالة حرب والمعركة هي من تتحكم بالجغرافيا. مضيفا أن الحكومة اليمنية عرضت على النازحين اليمنيين في جيبوتي العودة إلى مناطقهم لكنهم رفضوا، وسبب رفض عودة نازحي مدينتي المخا وذباب الساحليتين بنظره يعود إلى رغبة بعض النازحين في الهجرة، وبعض آخر بات وضعهم أفضل. لكن الناشط الحقوقي في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان محمد علي محمد يؤكد أن منع الصيادين من ممارسة الصيد هو ما جعلهم يفضلون عدم العودة إلى مساكنهم الفقيرة في سواحل تعز الغربية بعد تحويل تلك المناطق إلى معسكرات تابعة لقوات التحالف العربي.
تغير المناخ يجعل العالم العربي أكثر بؤساً. تحت هذا العنوان نشر موقع مركز الإيكونوميست مقالاً عن أزمات المناخ التي تنتظر العالم العربي، وقد ترجمت الغد المقال وجاء في فقراته: قبل 6 سنوات عاد نبيل موسى عالم البيئة الكردي إلى الوطن بعد أكثر من عقد قضاه في الخارج ليجد العراق وقد تغير. تحولت الأنهار التي كان يسبح فيها طوال العام إلى قيعان من الغبار في الصيف، والسماء التي كانت تمتلئ ذات مرة بطيور اللقلق ومالك الحزين أصبحت خاوية، والجفاف دفع المزارعين إلى التخلي عن محاصيلهم، والعواصف الترابية التي كانت نادرة في وقت ما أصبحت تجعل الهواء خانقا. ألهمه هذا الواقع ضرورة عمل شيء، فانضم إلى مجموعة محلية لحماية الطبيعة تدعى طبيعة العراق، والتي تهدف إلى الضغط من أجل ممارسات أكثر خضرة. لكن المسؤولين الأكراد لا يولون هذه المسألة الكثيرة من العناية. هذه اللامبالاة تجاه تغير المناخ أمر شائع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى تتفاكم المشاكل المرتبطة بها في هذه المنطقة. يقول معهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا إن فترات الجفاف الطويلة وموجات الحرارة الأكثر سخونة والعواصف الترابية المتكررة أصبحت تحدث الآن من الرباط إلى طهران، وأصبحت المواسم الجافة الطويلة مسبقا تزداد طولا وجفافا وتؤدي إلى ذبول المحاصيل، كما تشكل ارتفاعات الحرارة معضلة متزايدة أيضا، حيث تشهد البلدان في هذه المنطقة درجات حرارات صيفية مميتة بشكل منتظم. ولنتصور امتداد هذه الاتجاهات لبضع سنوات وسيبدو الأمر مخيفا، وبضعة عقود وستبدو أنها نهاية العالم. يتوقع المعهد الألماني أن ترتفع درجات الحرارة في الصيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل ضعف سرعتها في المتوسط العالمي. وفي جولتنا الرياضية، باتت نهائيات كأس العالم روسيا فيفا 2018 على الأبواب، ولم يتبقى على انطلاقها سوى 2 أيام. ويقول موقع الفيفا: بعد 2 أيام وتحديدا يوم 14 يونيو سيشهد ملعب لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته 21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي. يفيد الموقع ساردا عددا من المعلومات المهمة: لاعبان فقط إلى غاية الآن تمكنا من التتويج بلقب نهائيات كأس العالم فيفا بثوب اللاعب والمدرب، وهما ماريو زاجالو وفرانس بيكنباور. كان زاجالو قد توج بطلا للعالم 2 مرات خلال مسيرته الاحترافية كلاعب، وذلك في دورتي 1958 و1962 بصفته مدربا وطنيا للظفر بأغلى الكؤوس في نسخة المكسيك 1970، وتوج فرانز باللقب العالمي في دورة 1974 كلاعب، وفي نسخة 1990 كمدرب. زد على ذلك أنه كان الطرف الخاسر كلاعب في نهائي 1966 وكمدرب في نهائي 1986. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لبدء تاريخ جديد مع كوريا الشمالية في أعقاب لقائه بالزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده بعد القمة مع كيم إن الأخير أكد التزامه بنزع السلاح النووي لبيونغ يانغ بشكل يمكن التحقق منه. وقد التقطت الصحافة لهما العديد من الصور، نتابعها في جولتنا المصورة من الجارديان البريطانية. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.